اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض خلطة المحشي. وقبل خلطة المحشي والبط والأكل بتاع الغدا بتاع بكرة، انا بعمله قبلها بيوم. هنروق الشقة وهننظف. انا عايزة اقول لكم، الاولاد كانوا عاملين الشقة مقلب زبالة، يعني مش لاعبين فيها. فهنبتدي كده مع بعض. عملنا الصلصة، وهنعمل اللي هنسلق الدكر البط، وهنجهز حاجة المحشي لبكرة ان شاء الله. كده نبتدي مع بعض كده باللي عاملينه ده. مش عايزة اقول لكم المنظر مرعب. انا عايزة اقول لكم لما جيت من بره وشفت المنظر، يعني ما بيعملوش كده على طول. هما المفروض بيلعبوا في الأوضة بتاعتهم، بس النهاردة كان الموضوع يعني ايه، خارج عن السيطرة. مطلعين بقى اللعب بتاعتهم ورامين المناديل في الارض، ومش مكتفين بمكان واحد، لا في الركنه وفي الانتريه وفي الاوضه. عايزه اقول لكم يعني انا كنا كلنا بره وجينا، هم حتى جم من بره يعني ما شالوش حتى الهدوم اللي قلعوها. ايا كان، برضو هم اطفال طبعا، هم غلطانين وهيتعاقبوا، فعقابهم هيكون هم اللي هيلموا اللعب دي كلها. لازم نعودهم على المسؤوليه، وان هما ملتزمين اللي بوظوه، بدل هما في مقدرتهم ان هما يعملوه يقدروا يلموا اللعب والحاجات دي، لازم يعملوه. بصوا منظر الاوضه، الشرابات مرميه في الارض، الهدوم مرميه على السرير، اللعب والكياس يعني الشنط بتاعتها مرميه في الارض. عايزه اقول لكم يعني طلعوا بقى ايه، انطلقوا. ماما مش في الشقه، فيلا بقى ايه، نعمل اللي احنا عايزينه بقى. يعني الدنيا كلها مش كركبه، ده مفيش حاجه في مكانها. فنبتدي كده ايه، نصلي على الحبيب ونجهز يعني ايه الحاجه بتاعتنا الاول. يعني انا هعلق على الحاجات بتاعتي، وبعد كده اطلع اكنس، وايه يكون هم لموا اللعب اللي بره. طلعت الدكر البط يفك، وانا هنا عندي ورق عنب كنت سلقاه ومجهزاه، عندي شويه مواعين وحاجات هنضفهم لحد ما الاولاد بره يلموا اللعب ويلموا الحاجات الكركبه اللي هم عاملينها، وانضف بقى الشقه. تمام، يعني عايزه اقول لكم دي ايه بواقي الاعصار اللي كان في الشقه. نبتدي كده مع بعض ان شاء الله، ونصلي على النبي. احنا كده معايا كرنباي صغنطوطه خالص. الاكل في الصيف عامه الناس مش بتاكل كتير بمعنى اصح، فانا قلت اعمل شويه محشي صغيرين عشان ما يترموش مني. علقت على الميه، اغسل شويه المواعين بقى لحد ما الميه بتاعه الكرنب تغلي. قلت اغسل شويه المواعين اللي معايا في الحوض كده، وكويس ان انا اغسل اول باول. يعني انا لميت شويه المواعين دول من الثلاجه مطرح ما هم كانوا مش عارفه ايه اللي هو الكركبه، يعني بتاعت ايه وانا مش موجوده في الشقه. الكوبايات اللي سحبوها شربوا فيها ميه، كوبايات الشاي، لميت الحاجات دي كلها ونشطفها كده، ونخلي الحوض بتاعنا على طول. واحنا بنعمل اكل لازم الحوض يبقى نظيف. لو الحوض مكركب وانا برمي فيه مواعين، هتحس ان انت مخنوقه ومش قادره تعملي اي حاجه في المطبخ. لازم المطبخ يبقى حواليك رايق. مش معنى ان انا بطبخ او بعمل اكل يبقى المطبخ حواليا هنا مواعين وهنا معالق مرميه وهنا كوبايات مرميه، لا. الترويق حواليكي كده والتنظيم حواليكي بيخلي نفسيتك مرتاحه، وتعملي حاجتك وانتي مبسوطه، مش وانتي مش عارفه هنا في المعلقه دي فين ولا السكينه دي مرميه فين. لا، النظام بيبقى حلو بجد. نخلص كده مع بعض ونشطفهم. يلا قومي تشجعي وتنشطي. لو انتي بتتفرجي على الفيديو ولو اول مرة تشوفينا، ما تنسيناش في اللايك وتعليق حلو على ذوقك، واشتراك في القناة لو انتي مش مشتركة، وصلوا على الحبيب. وقوموا كده تشجعوا معايا، واعملوا اي حاجة من اللي انا بعملها، او يكون اي حاجة في الفيديو تفيدكم فقولولي في التعليقات. مش عارفة ايه الكتم الحوض معايا، اوف يعني. ساعات برضو ان انتي عايزة تخلصي كل اللي وراكي، فالاستعجال مش حلو. وانا مش مستعجلة، انا بجري، عايزة اخلص كل اللي ورايا، وعايزة اجهز الاكل لبكرة كمان. انتوا اي واحدة بتشتغل، او اي بنت بتشتغل، او اي ست بتشتغل، هتبقى عارفة اللي انا بقوله. انتي بتيجي من الشغل تأكلي وتروقي، وتدخلي تعملي اكل بتاع تاني يوم، عشان لما تيجي من بره يبقى الاكل جاهز. ما تقفيش تعملي الاكل من الالف للياء، على الاقل بيبقى جاهز 3/4 الاكل، بيبقى باقي على التسويه. وده بيريحني كتير، ومش بيخليني حاسه بذنبي. يعني بعمل لهم الاكل اللي هما بيحبوه، بعمل لهم الحلويات، اي حاجه بيطلبوها مني بعملها. ودي الحنفيه بتاعه الحوض مكسوره عادي، فشلتها وغسلتها، يعني نسيبها.
نحصل الحوض بقى بتاعي كويس جدا. نروح بقى للكرومباية الزغنطوطة دي، عايز اقول لكم اول مرة اكون اجيب كرومباية والله بالحجم ده، هي حاجة كده يعني ما عملتش يعني ايه، يعني هعمل منها حالة صغيرة وهشيل منها كمان شوية، يعني انا قلت هتعمل يا دوبك هتعمل الكمية اللي انا عايزاها. انا عندي في بنوتي مش بتحب ورق العنب، بتقول لك انا عايزه المحشي الفاتح، فقررت ان انا اعمل لها المحشي الفاتح بتاعها، لان هي كل مره بتغضب على الورق العنب وتقول لك مش هاكله، انا مش عايزه المحشي الغامق ده، انا عايزه اللي لونه ابيض، فاحنا طبعا مقدرش نزعلها يعني. نضف كده حواليا وانا شغاله، انا كده كده واقفه في المطبخ، ف لازم ايه تبقى في الحاجه كده عشان ما تفاجئش مره واحده ان الدنيا كلها بايظه. انضف الرخام، مفيش عندي سكر، هعبي علبه السكر، خلصت. حلوه قوي العلب دي، مش بتاعه ايكيا على فكره، العلب دي شركه الوطنيه، وكنت جايباهم 7 ب 85 95 حاجه زي كده، وبلاستيك مش معدن، بالعكس المعدن لو حطيه فيهم ملح او جه عليهم كلور او حاجه، لان كنت جايبه علبه قبل كده منهم وغالية جدا، كانت عاملة شبه الصاج كده، مجرد ما طالها كلور من الرخامة وانا بغسل الرخام عملت صدى من تحت وباظت. ده بقى انا بغسله بكلور، بغسله بخل، بصه يعني بروشنه ولا بيجرله اي حاجة، افضل كتير من بتاع ايكيا على فكرة. ننظف كده الرخامة، انا واقفة مستنية الكرومباية الزقنطوطة دي تتسلق، فبشوفها ابص عليها واروح اعمل حاجه جنبها، ابص عليها واعمل حاجه جنبها. ننضف الرخام كده ونخلي الدنيا ايه كده قشطه عشان نبقى نشتغل كده واحنا رايقين يعني. انا بحطها على يعني لو الكرومبه كبيره بقسمها نصين، لو الكرومبه صغيره زي دي يعني اللي هي اول مره تحصل، هي صغيره جدا على فكره، يمكن هي كمان الكاميرا باينه في الكاميرا كبيره، بس هي كحجم زغنطوطه خالص زي الكابوتشا كده، فبقسمها نصين، لو صغيره بقورها كده من النص وبعمل دي. انا كده خلاص خلصت، وندخل بقى على ايه، على الخلطه بتاعه المحشي. يعني فرمت يجي 5 بصلات، انا بحب البصل بتاع المحشي كتير، في ناس بتحب بصل 2، لا انا بحس ان البصل بيديله طعم حلو وبيخليه مسكر. طبعا محشي يعني سمنه، وسمنه يعني سمنه بلدي، يعني هو يعني متوفر عندكم، بس لو سمنه بلدي افضل طبعا بكتير. احط شويه زيت كده، طبعا بحط الكميه بتاعت السمنه اكتر من كميه الزيت بكتير طبعا. فرمت البصل في الكبه، وحط مع البصل شوية توم، وبرجع احط توم ني تاني في الصلصة، لان انا بحب طعم التوم في ورق العنب بيخلي طعمه حلو. انا كده خلاص يعني حطيت المية غليت الاول، وبعدين نزلت فيها دكر البط ده، وهلم الحاجات الريم اللي حواليه وانزل عليه بالتوابل، ورق لورا بقى، كوبا صيني، حبهان، فلفل اسود، بس الطيور عامه او الفراخ والبط والحاجات دي مش بنحط لها قرفه، لان القرفه بتبقى طعمها شديد قوي وبتغلب على الشوربه بتاعت الحاجات دي، القرفه للحمه بس يعني، او انا عن نفسي بحطها للحمه فقط مش بحطها للطيور. كده بقى نستنى البصلة تحمر، وعلى ما البصلة تحمر اروح اعمل الكتاكيت بتوعي اكل، جعانين فعايزين يتعشوا. احنا كده خلاص بالليل، تقريبا الساعة 11 بالليل مش بالنهار يعني، انا ست شغل البيت عندي بيبتدي من الساعة 9 بالليل الا يوم الجمعة طبعا يعني. كده انا اكل يعني خلاص كلوا، لما بقى شوية المواعين دول نشطفهم كمان، التسبيكة عندي خلاص، والدكر برضو خلاص داخل في استوى، او البطاية بتاعتي داخلة في استوى خلاص، لم شوية المواعين دول ونغسلهم
هما شوية صغير، لان انا يعني ايه اول باول بغسل المواعين بتاعتي. اوعوا تناموا مني، صلوا على النبي كده وخليكم صحصحين معايا. نشطفهم كده كلهم مع بعض كده. عايزه اقول لكم افضل نوع تيفال يا جماعه، والله سيبكم من السيراميك والحاجات اللي طالعه جديد دي، افضل حاجه هي تيفال زهران بجد، ما فيش احسن منه. انا استعملته كله تقريبا، الحاجه الوحيده اللي صمدت معايا من جوازي هي تيفال زهران. تمام، في جروح وفي حاجات منه الايد بتاعتها وقعت، بس لما بقى 13 سنه او 14 سنه بستعملهم هما زي ما هما. لا، في حاجات جبتها من 5 سنين ومن 3 سنين تقريبا ما عادش موجوده معايا في الشقه، وجرانيت ايطالي ومش عارفه ايه ياباني، لا مش حلو خالص على يعني الاستعمال الشخصي، لا ما حبيتهمش. والطاسات بقى يعني، مع ان في ناس بتجيب طاسات كتير وبتشكر فيها، انا نحس في الطاسات دي، تقريبا بجيبها تاني مره او تالت مره بستعملها بتقشر مني والله، وبستعمل سيليكون مش بستعمل حاجه يعني، فمش عارفه يعني. قولولي لو انتوا جربتوا نوع كويس قولولي عليه، لاني انا بشتري كتير قوي والله، وفي الاخر بيرسى ان هو يبقى بتاع آلية يعني، بشتري طاسات كتير جدا وفي الاخر بترسى ان هي بتاعت آلية. نضف كده الفتاويت، الفتافيت اللي في الحوض، ما نخليش حاجه في المصفى، وانا كده عندي فراخ اساسا، فبلم كل بواقي الاكل نحطها في العلبه دي للفراخ. كده خلاص البطايه بتاعتي قربت تتسلق خلاص، فهحط لها الملح. البط ده عشان كبير ما ينفعش نحط له الملح بدري، فنحط له الملح بتاعه وهو خلاص داخل في السوا. الصلصه بتاعتي خلاص خلصت. عايزه اقول لكم ان انا هقعد احشي النهارده، وبكره ان شاء الله ابقى اسوي المحشي، ابقى اكمل لكم ان شاء الله في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم، اعمله لكم يعني فيديو منفصل عن بعضه. هنا بقى خلاص خلصت وتبلت البطايه بتاعتي والصلصه عندي خلصت، فهمسح الشقه قبل ما اقعد عشان لما اقعد يبقى ما وريش حاجه. شغل الغساله ونكنس ونلمع كده الشقه بسرعه، اللي هو تلميع من فوق الوش يعني، مش تنظيف عميق، اللي هو الترويق بتاع كل يوم يعني، بالشرشوبه كده. اشغل الغساله، عامه انا غالب الوقت بشغل الغساله في الالوان على 140، مش ب يعني مش بشغلها على ساعتين وثلاث ساعات وكده، لا في الابيض والفواتح بس، او الهدوم مش نظيفه، بس دي هدوم كلها هم قاعدين بيها في البيت، هم مش بينزلوا في اي مكان، هم قاعدين في البيت مش بيروحوا في حته يعني، مش بينزلوا شارع، مش بيروحوا مكان ان هم يبهدلوا هدومهم يعني، بيبقى على قد هدوم البيت بس. فبشغلها على 140 حلوه قوي، ولدرجه الحراره بارده، مش بشغل برده الالوان الغوامق عامه ما بشغلهاش على درجه حراره عاليه. لميت الحافظة كده، هنفضها برضو وحطها في الغسالة، بس بعد ما الغسالة تخلص الدورة اللي هي فيها نلم السجادة كده ايه، ونلمع تلميع من فوق الوش. عايزة اقول لكم الفوط الصفرة دي يا جماعة يعني مش عارفة ناقص اعمل بيها ايه، حتى فوطة منهم لتلميع الشوزات بتاعتنا وتنظيفها في الجزامة بتاعت الشوزات، وبحطهم في الحوض بتاع المواعين، بتلموا المية وبينظفوا كويس جدا، وبلمع بيهم. بص بعمل بيهم كل حاجة يعني، بيلمعوا ازاز، بيلمعوا خشب، فلة بصراحة. هو عامة غلط ان انت تمسحي الشاشة وهي شغالة، بس انا خدت البرواز بتاعها بس ما خدتش الشاشة نفسها. لمع ايه تلميع ايه من فوق الوش زي ما بيقولوا كده، نلم التراب ومطرح الدوسة بتاعت رجليهم. السيراميك الاسود ده اسوأ حاجة في الدنيا بصراحة، في كتير قوي بالناس بتحبه بس انا مش بحبه خالص يعني، اتمنى من النهارده قبل بكره اغيره، بس زوجي العزيز حبه يعني، مش مع ان انا يعني انا واخده الشقه بيه، حتى دي كانت حيطه وانا هديتها، ولما جيت اجيب سيراميك ما لقيتش نفس النوع يعني، جبت المطبخ والحتت الوصل دي مش من يعني مش من نفس نوع السيراميك، لان السيراميك ده كان معمول من بدري فما كانش فيه نفس الشكل بالظبط يعني، حاولنا نجيب اقرب شكل يعني، بس انا برضو ما بحبوش. كده خلاص خلصنا وروقنا الشقه، غيرت غسلت الحمام طبعا، وغيرت الفرش بتاعه كان متبهدل، مسحنا ورشينا معطر وخلاص خلصنا. ولو عجبكم الفيديو بقى استنوني في فيديو جديد، وان شاء الله نكمله مع بعض في فيديو تاني. نشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.